وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر، قال إن القمر حورس 2 تم بناؤه في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، وأضاف أن القمر الجديد يعد من مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد، والتي يجري تطويرها من خلال مشاركة كاملة من فريق من خبراء مصريين وخبراء صينيين. الخبر جميل لإطلاق القمر الصناعي حورس 2. القمر حورس 2 ده جزء من كوكبة أقمار صناعية حورس. لو حضراتكم تتذكروا، إحنا يوم 24 فبراير أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن إطلاق القمر الصناعي حورس 1. والحقيقة كوكبة الأقمار الصناعية حورس دي بتقع في إطار التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وكالة الفضاء المصرية وجمهورية الصين الشعبية. والتطوير الأقمار دي من حيث التصميم والتصنيع والتجميع والاختبار تم الحقيقة بمشاركة كاملة ما بين مجموعة من المهندسين المصريين ومشاركة من الجانب الصيني، بحيث أن احنا بنحقق أحد الأهداف الرئيسية لمصر في توطين صناعة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية. فده هدف رئيسي لبرنامج الفضاء الوطني، وتم تحقيقه جزئيا من خلال هذا التعاون مع الصين.